بالأساتذة الأجلاء، ونرحب كذلك بأبنائنا وفلدة أكبادنا، ونرحب بالآباء والأولاد ديالنا اللي من الكبدة ديالنا. لحقيقة كنشكروا الوالدين ديالهم اللي علموهم القرآن، وهذا الشيء كيدل على أنه حفظ القرآن من الضروري في الحياة. إذن حتى لا أطيل، أشكر كذلك اللجنة التنظيمية اللي سهرت على هذه العملية بجدية وحاولت يستمر هذا المهرجان اللي كنعتبره أنا مهرجان، هي دورة 22 حقيقة. شكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم، لا من قريب ولا من بعيد، من سلطات ومجلس ومجلس إقليمي ومحسنين بكل صراحة. أي باب كندقوا كنلقاو الترحاب. شكرا للأساتذة على تلبية الدعوة ديالهم، وننطلق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لجميع المدعين.